اتفاق جديد بين وزارتي الزراعة والتموين من جهة وبعض منتجي بيض المائدة على توفير البيض بأسعار مخفضة للمواطنين. وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق اجتمعوا مع منتجي البيض وأكدوا على حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن، خاصة إن استثماراتها بتتجاوز 100 مليار جنيه مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير، نظرا لأن إنتاج مصر بيبلغ حوالي 14 مليار بيضة مائدة وحوالي 1.4 مليار طائر سنويا. الوزيران اتفقوا على ضرورة وجود قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ظل الجهود اللي بتبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتراجع أسعار الأعلاف، وشددوا على أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بسعر 150 جنيه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.